انا لقيتها راميه الهلب قمت عامل فيها سمكه وقفش في الطعم. عامل ايه يعني؟ لا 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 ملوكه، بقول لك ايه، المره دي حاجه ملفايه تحل من على حبل المشنقه، انسي. لا 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 لا، موضوع تاني خالص، ادعي لنا انت. الله. طب اكلمك تاني يا ملوكه. باي. صباح الخير يا سو. صباح النور. انت هنا من بدري يا حبيبتي؟ ايه اللي انت كنت بتقوله ده؟ ايه بس مالك يا سو، تعالي يا حبيبتي، مالك مالك؟ بعدين يعني امال لو بحشر الفاظ بذيئه زي ما الناس بتعمل؟ ابني انا يحشر الفاظ بذيئه ليه؟ ثم تعالى قول لي ايه يا حبيبتي، ايه اللي انت كنت بتقوله ده؟ قصدك ملفايه؟ قال ملفايه دي ايه؟ الملفايه دي بص يا سو، الملفايه دي حاجه كده يعني. أيوة. حلويات، حاجه بتبوش في البق، بقلاوه، نوجه زي العسل. انا بنت حبيبي، انت اللي نور عينيا. اكمل تليفوني بقى.